فتحية كانت بتسأل عن العمرة، هي بتعمل جمعيات وبتطلع من الجمعيات دي تعمل عمرة، بتبقى شايلة الفلوس، أحياناً لسه ما جاش الوقت اللي هي هتطلع فيه فبتشيل الفلوس في البنك، فهي عايزة تعرف مدى يعني صحة هذا الأمر، وهل يجوز إن هي تعمل عمرة بفلوس الجمعية أو بفلوس وضعها في البنك؟ طب ما فيش اي مشكله خالص بان هي اولا تعمل جمعيه، لان ده نوع من انواع يعني ايه احنا بنسميه التحويش، وتقريبا دي عاده المصريين كلها ان هم لما بيكون وراهم حدث كبير بيبتدوا يعملوا له جمعيه عشان يحافظوا على الفلوس. فده عادي ما فيهوش اي اشكال، وكونها بتشيل الفلوس في البنك عشان تحافظ عليها او علشان تنميها وتستثمرها فده برضو شيء جائز يعني ولا حرج فيه، وكونها تطلع بيه الحج ما فيش اي اشكال خالص في المواضيع.